السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه Events AI بيعتمد على الذكاء الصناعي، ان انت بتديله صورة او اكتر، وبعد كده بتقول له انا عايز بقى ايه اعدل في الصورة ديت، هو اوتوماتيك يعدل في البارامتر بتاعتها، او انت تختار انت ايه الحاجات اللي انت عايز تعدل فيها. تمام، ممكن يزيل الضوضاء، يعمل حاجة بتاع. عندك في حاجات كتير هنا، مثلا Enhanced، ممكن الصورة عايزة تلونها، تعمل لها رتوش، تعمل لها اي تعديلات، كل دي تعديلات بالذكاء الصناعي. تمام، عايز تشيل خلفية مثلا، تمام، تبدأ تختار ايه الحاجة اللي انت عايز تعملها. تمام، وتقول له start to processing. هو دلوقتي بيعمل العمليات، وبعد كده ايه بروسيد الحاجات اللي خلصت. انت ليك 3 نقط كل شهر، بعد كده تقدر ان انت تفتح الصورة او تعمل لها داونلود او تعمل لها اديت زي ما انت عايز. هو بيوريك بقى الصورة قبل والصورة بعد بالشكل ده.